في مثل هذا اليوم شهد يوم العاشر من نوفمبر العديد من الأحداث المتنوعة عبر التاريخ. ففي العاشر من نوفمبر عام 1975 ألقى رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك لأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية. وفي عام 1952 تقدم أول أمين عام لمنظمة الأمم المتحدة تريجيفيلي باستقالته من منصبه، حيث تولى هذا المنصب في الأول من فبراير 1946 في الجلسة 22 للجمعية العامة. وفي مثل هذا اليوم عام 1775 تم تشكيل قوة مشاة البحرية الأمريكية المعروفة باسم المارينز. وفي العاشر من نوفمبر عام 1928 تولى الإمبراطور هيروهيتو عرش اليابان، ويعد هيروهيتو الإمبراطور رقم 124 حسب ترتيب الخلافة اليابانية التقليدية، وحكم ما بين عامي 1926 حتى عام 1989. وفي عام 1891 حصل المخترع الأمريكي جرانفيل تي وودز على براءة اختراع القطار الكهربائي الذي ظهر للمرة الأولى في تاريخ البشرية بعد سنوات من ظهور القطار البخاري. وفي مثل هذا اليوم عام 2013 ضرب إعصار هايان الفلبين والذي خلف 10,000 قتيل على الأقل. كما شهد يوم العاشر من نوفمبر عام 1947 مولد القائد العسكري والسياسي اللبناني بشير الجميل، والذي تم انتخابه لرئاسة لبنان عام 1982 لكنه اغتيل قبل استلامه الحكم بأيام. ويوافق يوم العاشر من نوفمبر عيد الأبطال في إندونيسيا.